السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. ما شاء الله غنطبق معكم الموديل اللي داير ضجه هاد الايام، الموديل اللي مطلوب بزاف هاد السنه هادي، قفيطين بالطرز كمبيوتر او طرز رباطي. غادي نطبق معكم ان شاء الله القفيطين ومن بعد نطبقوا الجلابه كيف ما كيبان لكم. هذا هو يعني الفتح هاد القفطان من القدام. انا القفطان ما غاديش يكون عندي نصف طوق، غادي نخدمه من الفوق حتى لتحت، يعني على طول القفطان. كيف ما كيبان لكم انا طويت تقريبا سنتيم، ها هو طويته لداخل بالخيط ديال الجراره. غادي نجيب السنتيم بحال هكا، نعبرو شحال نخليه في الفتحه العنق. فتحه العنق، الدوره العنق هي هذه، هي هذه الدوره العنق، هاد الافتتاحه اللي غتكون عندنا هنا ديال العنق. عاد فاش غنبداو الخدمه غادي نجيبو السنتيم، غادي نعبرو 7 سنتيم بحال هكا، وغادي نجيبو 7 هنا، وغادي نثبتو الخيط ديالنا، خيط مبروم على 3 ديال الشعرات. كذلك الجهه الاخرى غادي نعبر بحال هكا 7 سنتيم، وغادي نشوف انا 7 سنتيم فين غادي تجيني هكا هنا، وغادي نعلمها وغادي نبدا. غادي نقرب لكم الكاميرا، اول حاجه نقربوا الكاميرا باش نبداو الخدمه ديالنا ان شاء الله. دابا ضربت غريزه في التوب، غادي نخلي الخيط بحال هكا على يدي من الفوق، ها هو داير. وغادي نضرب حداها غريزه اخرى، غادي نجي بين هاد الغريزه وهاد الغريزه وندير غريزه بحال هكا. هادي كيفيه بناء الغرز بالنسبه للبنات المبتدئات، كنبقاو غادي نكنزدو في الغرز حتى كنحصلوا على عدد الغرز اللي بغينا. غادي نزيد غريزه اخرى هنا، نزيد غريزه اخرى هنا. ان شاء الله غادي تكون خدمه الكورميط، ولكن غتكون بثلاثه ديال الغريزات ان شاء الله. انا عاده كنت كنديرها من 4، هذه غتكون ثلاثه الغريزات. دابا وصلنا لعدد الغرز اللي بغينا. منين كنحسبوا؟ كنحسبوا من هاد الاولى، هذه اللي عندنا هنا، واحد، هاد جوج، هاد ثلاثه، ثلاثه هي هذه. دابا غادي نجيو الجهه المقابله فين عبرنا 7 سنتيم اللي هي هذه هنا، غادي نشد بحال هكا، ندير بغريزه وندخلها من الوسط بحال هكا من وسط الخيط، ونثبت غريزه في التوب بحال هكا. غادي نجي لهاد الغرزه الاخرى اللي حسبت فيها ثلاثه، وندخل فيها الابره وندير فيها غريزه، تشكل فيها غريزه بحال هكا. دابا ولاو عندنا ثلاثه الغريزات واضحين، ها هما واحد جوج ثلاثه. دابا في هاد الجهه هادي انا شاده جوج غريزات في التوب، ها واحد ها جوج. هاد الجهه الاخرى انا شاده غير وحده، يعني غنزيد وحده اخرى، الخيط هو داير على يدي من تحت، ونزيد غريزه بحال هكا. دابا غنرجع في هاد ثلاثه الغريزات اللي درت، واحد جوج ثلاثة، نضرب في التوب، نضرب الغريزة الأولى، ننقص هاد الغريزة ونضرب في الأخيرة. دابا غادي نضرب في التوب بحال هكا. هاد الخويط اللي خليت انا غنعمر فيه جوج ديال الغريزات، واحد جوج، ونعمر التالتة هنا، نضرب في التوب ونمشي في هاد الغريزات. نضرب في التوب عاوتاني، دابا غادي نضرب في التوب، وغادي نضرب غير الغرزه الاولى، ندير الغريزه بحال هكا، وغادي نحبك في هاد اللوينه اللي عندي هنا، غادي نحبك فيها. طريقه الحبكه كندوروا الخيط بحال هكا على يدينا، كندخلوا هكا من وسط منه، واحد جوج ثلاثه، كنضربوا الغريزه الاخرى هنا. هذه هي الكورميطه الاولى اللي عندنا اللي درنا.
غنضاو غورميطه جديده، غادي نضربو في الثوب بحال هكا، نضربو الغريزه الاولى اللي عندنا هنا، نضربو الغريزه الاخرى هنا، نضرب في الثوب هاد الخويط اللي بقى هنا، نضرب فيه جوج الغريزات، واحد جوج، والثالثة هي هادي هنا، نضرب الثوب عاوتاني بحال هكا كيف ما درت قبيله، بنفس الطريقة. دابا غادي نضرب الثوب ونضرب الغريزة الأولى ونحبك في هاد الكورميطة هادي، واحد جوج ثلاثة، ونضرب عندي هاد الغريزة الأخرى اللي عندي هنا، غادي نضرب في الثوب عاوتاني، نبقاو مستمرين بنفس الطريقة، نضربو الغريزة الأولى، نضربو هاد الغريزة الأخرى اللي عندنا هنا، هاد الخويط اللي بقى نضربو في الثوب أول حاجة، هاد الخويط اللي بقى عندنا هنا نضربو فيه، واحد جوج تالتة هنا، غادي نبقاو بنفس الطريقة، غادي غادي نهبطو مثلا كان عندكم فتيحات في القفطان في الجناب، غادي تهبطو بهذه الخدمه هذه حتى لتحت، الا كانت عندكم طبيعه الحال فتيحه القدام غادي تهبطو تبقى لكم شي 30 سنتيم وتديرو الدرس الفتيحه. المهم انا هو الشكل ديال هذه الكورميطه هذه، انا هبط بها هكا على ثلاثه الغريزات، ان شاء الله ملي ندير الجلابه نشارك معكم باش نوريكم شحال تخليو من سنتيم في الفتحات العنق ديال الجلابه باش يجي القفطان، باش يجي القفطان باين تحت منها. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.